بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصة اليوم إن شاء الله بعنوان أعداد التأكسد في تفاعلات الأكسدة والاختزال. إحنا درسنا قبل كده أعداد التأكسد زي ما خدنا الجدول اللي قبل كده، تمام؟ وقلنا إن مراجعة كده بسرعة، إن عدد تأكسد الذرة الغير متحدة بيساوي صفر، عدد تأكسد الأيون الأحاد الذرة بيساوي شحنة الأيون، يعني لو قلنا الكالسيوم موجب اتنين على موجب اتنين هي، يبقى عدد تأكسده زائد اتنين، البي آر عليها سالب يعني سالب واحد، يبقى عدد تأكسده بسالب إيه؟ سالب واحد. وقلنا إن عدد تأكسد ده أهو، ونرمز له بالرمز إن. عدد تأكسد الذرة الأكثر كهروسالبية في الجزيء أو الأيون المعقد هو الشحنة اللي بيحملها لو كان أيون، لو كان إيه يعني الـ N في الـ NH3، الـ N لو هي أيون هتبقى ثلاثية سالب يعني سالب ثلاثة، والـ O في الـ NO والـ O هيبقى سالب اتنين. عدد تأكسد الفلور دايما بيبقى سالب واحد لأنه هو الأكثر كهروسالبية. عدد تأكسد الأكسجين قلنا بسالب اتنين ما عدا فوق الأكسيد و الـ OF2، فوق الأكسيد بيبقى زي فوق أكسيد الهيدروجين بيبقى بسالب واحد، والـ OF2 بيبقى موجب اتنين. عدد تأكسد الهيدروجين على طول بيبقى موجب واحد ما عدا الهيدريدات، فبيبقى سالب إيه؟ سالب واحد. عدد تأكسد الفلزات المجموعة الأولى واحد، المجموعة التانية اتنين، الألمونيوم بيبقى كام؟ يبقى موجب ثلاثة، طبعا واحد بالموجب واثنين بالموجب. وقلنا إن مجموع أعداد التأكسد للمركب المتعادل بيساوي صفر، لازم يساوي صفر، ومجموع أعداد التأكسد للمجموعات الذرية بيساوي الشحنة اللي موجودة عليه، الشحنة اللي موجودة إيه؟ الشحنة اللي موجودة عليه. النهاردة هناخد هنشوف إزاي بقى نستخدم أعداد التأكسد دهيا في تحديد مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال، تمام؟ يعني عايزين نربط ما بين تفاعلات الأكسدة والاختزال والتغير في عدد التأكسد، تمام؟ احنا عندنا المعادلة اللي احنا خدناها اللي هي الاتنين كي بي آر زائد سي ال 2 دي 2 كي سي ال زائد بي ار 2 اللي هي استبدال البروم بالكلور، يعني معناها ان الكلور هيحل محل البروم في محلول بروميد الايه البوتاسيوم. اول ايه الخطوات اللي احنا بنعملها؟ بنحدد عدد التأكسد لجميع العناصر في المعادله الموزونه، تمام؟ يبقى بنحدد عدد التأكسد في لجميع العناصر في المعادلة الموزونة، وبعدين بنعمل إيه؟ وبعدين نشوف مين اللي تغير، اللي عدد تأكسده تغير، اللي زاد لعدد التأكسد اللي زاد، تمام؟ يبقى في الحالة دي هنقول عليه إنه حصل له تأكسد، واللي هيقل يبقى نقول يبقى اللي عدد تأكسده هيزيد يبقى حصل له عملية تأكسد، واللي عدد تأكسده هيقل يبقى هنقول عليه حصل له عملية اختزال. حصل له عملية ايه؟ اختزال. يبقى عندما تتأكسد الذرة يزيد عدد التأكسد، وعندما تختزل يقل عدد الايه؟ التأكسد. طيب عندنا برضو فيه زي ما بنقول فيه ذرات ما بيتغيرش عدد التأكسد بتاعها، في الحالة ده بنسميه زي ما احنا قلنا بنسميه الأيون المتفرق. تعالوا نعمل الموضوع ده بس بالراحة كده ونشوف الخطوات اللي احنا بنعملها ايه علشان نبقى ماشيين بالراحة. هنقول ايه؟ هنقول التفاعل اللي عندنا كي
K B R زائد C L 2 هيعطينا K C L زائد B R 2. خلاص شباب، احنا خدنا اول خطوة بنعملها. يبقى اول خطوة بنعملها ايه؟ اول خطوة بنعملها ان انا بشوف اعداد عدد التأكسد بتاع كل واحد من دولت. عند الكي قلنا بكام؟ الكي بقى، بس لازم نعمل ايه؟ لازم نوزن المعادلة الاول. يبقى الخطوة الاولى، تعال نقول كده الخطوات اللي عندنا، خطوات نمرة واحد، وزن المعادلة. وزن المعادلة، نتأكد ان المعادلة موزونة، نتأكد ان المعادلة موزونة. الكي هنا داخل بواحد خارج بواحد، البي ار دخل في التفاعل بواحد خرج باتنين، كل اللي هنعمله هنحط هنا ايه؟ نحط هنا اتنين. تمام؟ يبقى ما دام حطينا هنا اتنين يبقى هنحط، والسي ال اتنين داخل باتنين خارج بواحد يبقى هنحط هنا ايه؟ اتنين. يبقى كده اصبحت المعادلة موزونة. طيب يبقى دي نمرة واحد وزن المعادلة. رقم اتنين، نحط عدد التأكسد لكل ذرة من اللي احنا واخدينه بقى قبل كده. ايه الحاجة الأسهل عندي هنا؟ أنا عندي الـ CL2 ده، تمام؟ CL2 ده ذرات غير متحد، CL2 عنصر، تمام؟ يبقى العنصر بيبقى بصفر، بدأ صفر، والـ BR2 صفر. بقى عندنا الـ K، إحنا قلنا الـ K هي، الـ K ده في فين؟ الـ K ده في المجموعة الأولى، يبقى الـ K المجموعة الأولى، يبقى المجموعة الأولى يبقى بموجب واحد، فوق كده أهو، موجب واحد. البي ار، البي ار ده في المجموعة السبعة هيبقى سالب واحد، وكذلك هنا السي ال هيبقى سالب واحد. طيب بعيدا حتى عن المجموعة السبعة، هنقول ان البي ار بسالب واحد ليه؟ علشان الكي بموجب واحد، ولازم يكون مجموعهم الاتنين بصفر، يبقى موجب واحد وسالب واحد. وكذلك هنا برضه هيبقى الـ K بموجب واحد والـ CL بسالب واحد. الخطوة الثالثة اللي احنا هنشوف بقى، ثالث حاجة هنشوف مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال. تمام؟ مين اللي حصل له أكسدة؟ يبقى التأكسد، معناه زيادة في عدد التأكسد، والاختزال معناه نقص في عدد التأكسد. طيب واللي مش هيتغير، اللي مش هيتغير ده هنسميه الأيون المتفرج. يبقى الأيون المتفرج ده لا يتغير، ما بيتغيرش، زي ما دخل في التفاعل عدد التأكسد لا يتغير عدد تأكسده. طيب تعال نشوف مين اللي اتغير ومين اللي ما اتغيرش. الكي كان بموجب واحد بقى بموجب واحد، اتغير ما اتغيرش. يبقى ده هنسميه كده اهون، يبقى هنا اهون الايون المتفرج ده اهون اللي هو مين؟ اللي هو الكي، ايون البوتاسيوم، ما اتغيرش. تمام كده؟ تعال نشوف البي ار، البي ار كان بسالب واحد بقى بصفر. من سالب واحد لصفر زاد ولا قل ولا نقص؟ خلي بالك دي بالسالب، يبقى من سالب واحد لصفر زاد. يبقى مين اللي حصل له اكسده هنا؟ اللي حصل له اكسده هنا هو مين؟ هو البي ار. يبقى البي ار اهو، هنقول كده اهو، كده نكتب تأكسد، يبقى هنا ايه؟ تأكسد، تمام، او اكسدة.
طب السي ال 2، السي ال 2 كان بصفر بقى بسالب واحد، يبقى ايه اللي حصل له؟ اللي حصل له حصل له اختزال، يبقى كان بصفر بقى بسالب واحد يعني قل نقص، يبقى علشان كده هنسميه كده هو اختزل او اختزال. يبقى انا هنا حددت مين اللي حصل له اكسده ومين اللي حصل له اختزال ومين اللي ما تغيرش من خلال الايه؟ من خلال التغير في عدد التأكسد. يبقى اللي اتأكسد هنا مين؟ اللي اتأكسد هنا البي ار، تمام؟ واللي اختزل هنا مين؟ واللي اختزل هنا السي ال 2، واللي اختزل هو السي ال ايه؟ السي ال 2. مهم جدا الجزئيه اللي احنا عملناها دي، علشان دي هنحتاجها دايما بعد كده في اي معادله اكسده واختزال، في اي معادله اكسده واختزال، علشان نحدد مين اللي حصل له اكسده ومين اللي حصل له اختزال، وعلشان نوزن المعادله. تمام يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكسده والاختزال، او استخدام اعداد التاكسد في تفاعلات الاكسده والاختزال. عندنا الجدول، تمام؟ عندنا جدول، يبقى في جدول اهو اعداد التاكسد لبعض العناصر زي مثلا الالومنيوم موجب 3، الباريوم موجب 2، البروم سالب 1، تمام؟ الكالسيوم مثلا موجب 2، السيزيوم موجب 1، الكلور، الكلور والفلور والهيدروجين واليود كلها سالب 1، الليثيوم موجب 1، المغنيسيوم موجب 2، الأكسجين سالب 2، البوتاسيوم والصوديوم والفضة كلها موجب 1، والاسترونشيوم موجب إيه؟ موجب 2. أديا بالنسبة لي إزاي أحدد مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال، ومين الأيون المتفرج اللي موجود عندنا. ملخص الدرس كله، تمام؟ بنقول إن تتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى، وعندما تختزل ذرة أو أيون يقل عدد تأكسدها، وعندما تتأكسد ذرة أو أيون يزداد عدد تأكسدها. في تفاعلات الأكسدة والاختزال اللي بتتضمن مركبات جزيئية وأيونات متعددة الذرات والروابط التساهمية، الذرات الأعلى كهروسالبية تختزل في حين تتأكسد الذرات ذات الكهروسالبية الأقل. تمام يا شباب؟ يبقى ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لتفاعلات الايه؟ الأكسدة والاختزال. نشوف، نرجع كده مع بعض، نشوف نجيب تاني سؤال نحدد، عايزين نحدد فيه عدد تأكسد عنصر. يبقى في سؤال عايزين نحدد فيه عدد التأكسد بتاع عنصر، ماشي؟ زي مثلا ايه؟ زي ال NH4. عايزين نحدد عدد تأكسد النيتروجين في ال NH4 وفي ال H وال NH3. قالوا كده نحدد عدد التأكسد، نقول كده هو
يبقى سين حدد عدد تأكسد النيتروجين في كل من حدد كده عدد تأكسد النيتروجين في كل ايه في كل من ناخد ال NH3 او ال NH3 وهنا ناخد ال HNO خلينا ناخد ال HNO3 فلاش ال HNO2 ناخد HNO3. طيب ايه الخطوات اللي احنا قلنا هنعملها قبل كده؟ يبقى ال N انا عندي الهيدروجين هو اللي معروف، الهيدروجين معروف قلنا بموجب واحد، يبقى الهيدروجين او يبقى انا عندي الهيدروجين بموجب واحد. دولت كلهم مجموعهم المفروض يكون كام؟ مجموعهم المفروض يكون صفر. يبقى مجموع النيتروجين اعداد التاكسد بتاع النيتروجين والهيدروجين المفروض يساوي صفر. يبقى انا عندي النيتروجين اهون زائد الهيدروجين عندنا 3 في 1، 3 في موجب 1، يبقى N زائد 3 هتساوي صفر، يبقى إذن N بتساوي سالب 3، يبقى N بتساوي إيه؟ سالب 3. طيب ال HNO3 عايزين برضو النيتروجين في ال HNO3. النيتروجين في ال HNO3 تمام يبقى عبارة عن ايه؟ يبقى الهيدروجين عندنا الهيدروجين بموجب واحد، النيتروجين ده اللي مجهول وده اللي احنا عايزينه. الأكسجين قلنا قبل كده الأكسجين بكام؟ الأكسجين بسالب 2. أروح برضو ده مركب ايه؟ ده مركب متعادل تمام، برضو يبقى نفس الكلام المفروض كله هيساوي صفر. يبقى الهيدروجين بواحد ادا واحد زائد ال N زائد الأكسجين عندنا بسالب 2 في 3، يبقى في قوس يبقى سالب 2 في 3 أو 3 في سالب 2 تمام، يبقى 1 زائد ال N ناقص 6 هيساوي صفر تمام. يبقى ال N ناقص 5 بيساوي صفر، يبقى ال N بيساوي موجب 5. نشوف كده نيتروجين هنا في ال HNO3 هيبقى بموجب ايه؟ هيبقى بموجب 5. نيتروجين في ال NH3 هيبقى بسالب ايه؟ بسالب 3. يبقى ده بالنسبة لي حددنا عدد التأكسد بتاع النيتروجين في أكثر من إيه؟ أكثر من مركب، في أكثر من إيه؟ من مركب. وبكده يبقى إحنا خلصنا الدرس الأول من دروس الأكسدة والاختزال.